اليوم عمل شكل محمد عدنان الحقيقي بلعبة FC24. مثل ما شايفين ضبطنا شكله 100% مع الاسم كذلك، وحطيناه مع نادي كريستال بالاس ببطولة الدوري الانجليزي، وبنشوف هل هو فعلا افضل حارس في التاريخ والذي لن تتلقى شباكه اي هدف ولا سيتم التسجيل عليه من قبل الخصوم. وكذلك طبعا رح نشوف هل محمد عدنان حيقدر يحقق الكرة الذهبية ويكسر الرقم القياسي ويكون ثاني حارس بالتاريخ بحقق الكرة الذهبية، ام انه مستحيل يحققها وهو حارس. حاليا طاقته 75 وعندنا مواجهات قوية ببطولة الدوري الانجليزي، عندك اليونايتد والسيتي غير عن ليفربول وارسنال وتوتنهام وغيرهم من الخصوم الاوايا. فاذا ما حطيت لايك للان حط لايك، زر لايك الان لعيون محمد عدنان. خلونا نشوف كم لايك بنقدر نوصل تحدينا على 50,000 لايك. ومن اجل انه نلعبه اساسي لازم انه ندربه، عندنا مباراه ضد فياريال ولكن لازم يتدرب قبله. يلا محمد عدنان باول تمرين بمسيرتك. الله عليك يا عيني، من اول كره تصدي، يا سلام. اوه سددها برا الغبي اللي بعده. محمد عدنان سكر لي زاويه. اوكي ضيعها، رجع مره ثانيه. يس كفو. من البداية أخذنا 1400 نقطة، حلو. هذا التمرين بسيط، كل اللي بدي ساوي بدي مرر الكرة للزميل. التمرير اللي بعده، يا سلام إيزي التمرين هذا. اللي بعده، الله عليك. أوه شوفوا هاي صعبة عاد، لازم هيك مربع يا جماعة. أيوة يا عيني بالملي، الله عليك. بأول مباراة المدرب قرر يخليه على دكة البدلاء، ومحمد عدنان كان معصب جدا لحد ما قرر المدرب يعطيه فرصته بالدقيقة 60. وعطونا عدة مهام لازم نساوي واحدة منهم، فخلينا ناخذ هي المهمة انه ما نتلقى أي أهداف. حاليا ضربة حرة لمصلحة الفياريال. محمد عدنان واقف متمركز. محمد عدنان الله عليك. والله محمد عدنان ابداع باول مباراه يا جماعه، يحيي الزملاء كذلك. محمد عدنان بعد المباراه اخذ ثقه كبيره، والان رجعنا للتدريبات مره ثانيه. يا حرام والله كادت. والله محمد عدنان سكر لي عليه الزوايا، بس لا تخليه يسدد. ايوه حلو الانفراده. اللي بعده بس يا حاول مره ثانيه. ما زال لسه بدايه مسيرته يا جماعه، ما زال ببدايه مسيرته. يا عيني حلوه. وحش والله وحش، وحش الوحوش انت يا ابو عدنان. يا الله يس وحش والله اصلي. حاليا التقييم باعلى نقاطه حاليا. يا اوكي 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 بي ممتاز. الان محمد عدنان طلع بينفذ ضربات الجزاء مو بيصدها. اوه ماي جاد يا الحظ يا جماعه، مستحيل سيء بضربات الجزاء. شوفوا ركلات الجزاء عنده كم، 42. الحمد لله يا رب، الحمد لله سجلنا، الحمد لله. الان عندنا تمرين المفروض انه يسدد ضربات حره، والضربات الحره 17، يعني نحن عم نبني مسيرته بدنا ناخذ الكره الذهبيه، بس ليش حارس يحطوا له تمرين ضربات حره ليش؟ ولكن عليه قدم يسرى بيقول لك لا ترحم. يلا القدم اليسرى التي لا ترحم. اوكي مسكها، ضعيفه رجله والله. ومحمد عدنان ضل يجتهد بالتدريبات وفي الفتره التحضيريه، وبالنهايه وصلت طاقته لل 77، والمدرب قرر انه ينزله اساسي ضد مين؟ ضد ارسنال يا جماعه الخير. كذلك طريقه للكره الذهبيه صعب، عنده شويه مهام لازم انه يحققها، واذا حققها 100% رح ننتقل لنادي اضخم. فالان عنا الفرصه ضد ارسنال، من اول 10 دقائق انفراده لمصلحه ارسنال. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. امسك يا محمد عدنان كفو. اوه فرصه ثانيه لارسنال، فرصة ثانية لأرسنال، إذا لعبوا عرضية مشكلة كبيرة. أوه نايس. أوكي أوه والله أرسنال مع مين رحمه الله يستر، هي قوية والله. يا حرام والله صعبة يا رجل، والله صعبة هي، شلون بدنا نصدها هي؟ يا الله سجل. تسلل حلو. هي مكتوب تسلل يا رجل. الو وفزنا بالنهايه، وقت عملنا ريمونتادا شكرا. بس والله محمد عدنان مبسوط بالفوز بس زعلان على الهدفين اللي تلقاهم. فريقنا ما زال عنده مباريات جدا صعبه هذا الموسم، فخلينا نمشي بالموسم لحد الاعلان عن الفائز بالكره الذهبيه. هو مستحيل انه يترشح لسه اول موسم، بس حنشوف كم هدف ممكن انه يتلقى محمد عدنان بهالمباريات الجايه. فزنا مباراه الكاس 5-3، المهم الان صعبه لانه في مباريات قويه الشهر القادم. برنتفورد حلو فزناهم 2-0، الفوز 2-0 ترى جدا مهم لانه بيطلع لنا بكلين شيت. خلينا نمشي، امامنا شهر صعب، مباراه ولفرهامبتون كم؟ 1-0 فزنا يا سلام. محمد عدنان عليه بالريتنج، وصل 78 الان. استون فيلا والله صعبين استون فيلا. ماي جاد فازونا يا جماعه، حسبي الله. محمد عدنان للان ما زال بالتشكيله الاساسيه، بس الخساره هي ممكن تاثر، اذا استمرت الخسائر ممكن يطلعنا المدرب. مباراه ضد فولهام 3-0 فزنا. يس اوكي. نيوكاسل صعب، نيوكاسل الصراحه صعب جدا حيكون الفوز عليهم، والله متوقع يا جماعه طبيعي نيوكاسل اوايا والله. ضد مانشستر يونايتد هل ممكن انه نفوز؟ خلينا نشوف. بسم الله اوه فزنا يس، طلعنا بكلين شيت يعني. ومحمد عدنان اخذ تقييم 8.4 بالمباراه. حاليا محمد عدنان من كثر ما مبدع انفتح لنا خاصيه اللي هي الارتدادات السريعه هي، يعني كل ما طورنا زياده كل ما بيصير افضل. الفريق الان بالمركز الثاني بالدوري بعد مانشستر سيتي، وهذا شيء جدا ايجابي. وكذلك اذا دخلنا على كلين شيت فمحمد عدنان هو اكثر حارس طلع بشباك نظيفه بالدوري الانجليزي كامل. هذا الشهر عندنا 3 مباريات الصراحه يعتبر
نسبيا صعبين، ولكن نوتنغهام ممكن تكون اسهل مباراه، ان شاء الله نفوز عليهم. لا لا فزنا فكرت خسرنا. اوكي مباراه نيوكاسل، ارجوك يا محمد عدنان ارجوك بدي ضدهم. او ماي جاد خسرنا. وهدول المرشحين لجائزه الكره الذهبيه ان شاء الله بالمستقبل يا جماعه، محمد عدنان بيتطور وبيصير منهم. لازم نجري تدريبات مكثفه بالمواجهه توتنهام. يلا محمد عدنان، محمد عدنان يا عمري يا عمري، اول صده سجل عندك، الصده التي تليها. يلا يا عيني عليك يا ابداع. يلا 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 يا سلام، والله كفو والله اصلي. يا عيني عليك والله مرجله يا وحش. كمل كمل، استمر استمر يا عيني عليك، قسما بالله ابداع يا رجال. يلا عادي عادي. وبعد الاداء الخرافي بالتدريب ارتفعت طاقته لل 79، غير عن انه المدرب قرر يعتمد عليه اساسي بالمباراه. وخلينا نشوف محمد عدنان شو راح يعمل بهي المباراه. لا خسرنا يا حرام يا رجل يا اخي، فريقنا المشكله تعبان، الدفاع تعبان. حاليا امامنا شهر يعتبر سهل نوعا ما، وخلينا نشوف اول مباراه ضد بيرلي هل بنفوزها ولا لا. هذا السؤال. 2-1 يا عمري، ونحن بالمركز الرابع بالدوري. المباراه اللي بعدها ضد ايفرتون يا عين. اوكي خسرنا 3-2 يا شباب، خلص هدول الخسائر. لوتن تاون ترى سهلين، المفروض سهلين. يا رب فوز يا اخي، ما عم نطلع بكلين شيت ابدا، وخسرنا كمان فوق منا. فلازم زود التدريبات حتى محمد عدنان يرجع اساسي. بدينا بشكل اسطوري بالتدريبات، وبالتالي المدرب الحمد لله رجعني للتشكيله الاساسيه ضد ويست هام. والصراحه الشهر هذا صعب، وعندنا مواجهه قويه ضد السيتي، هي اللي لازم نلعبها 100%. فخلينا نشوف شو اللي حيصير ضد ويست هام. حلو كلين شيت يا محمد عدنان يا اسطوره. المباراه اللي بعدها ضد بورنموث كمان كلين شيت ثاني يا وحش. والله بلش الابداع يشتغل الان. ليفربول والله صعب كلين شيت ضد ليفربول، 1-1 اهم شيء تعادل احسن من خساره. الان بنلعب ضد المتصدر مانشستر سيتي. اهم شيء التدريبات قبل المباراه يا محمد عدنان، لانه لازم يا جماعه لازم نطلع بكلين شيت ضد السيتي، ترى حيشهرنا بطريقه مش طبيعيه. وقبل المباراه بقدر اني اختار فريق جديد بدي انتقله، مشان وكيل اعمالي يجيب لي عرض من هذا الفريق. بما انه السيتي عنده ايدرسون وليفربول عندهم اليسون، فليش ما بننقذ مانشستر يونايتد من اونانا؟ واذا محمد عدنان حقق هي الشروط كامله وقدر انه يبدع جوا ارضيه الميدان، فرح يجي عرض من اليونايتد. لا اله الا الله، اجت ضربه جزاء من بدايه المباراه. هالاند، بسم الله بسم الله. اوكي اذا صديناها من هالاند يا جماعه والله ورحنا. طيب والله مستحيل، شو هاد غش. التقييم ابدا ما بيطمن يا رجال، التقييم ابدا ما بيطمن. كيفن دي براوني، كيفن دي بروين. حلوه يا محمد عدنان. لا اله الا الله، ضربه جزاء ثانيه. شو انا عم بلعب ضد مانشستر سيتي ولا طيب هالمره على اليمين يا جماعه، مره ثانيه بيلعب على اليمين. يس اصلي يا محمد يا عدنان يا اسطوره، الله عليك. والله التصدي لضربه جزاء من هالاند يعتبر انجاز يا محمد عدنان يا وحش. ما اسمه افضل حارس في التاريخ عن عبث. لا اله الا الله، كم ضربه جزاء يا اخي مانشستر سيتي حياخذوا بالمباراه. هالاند بيلعب على اليمين مره ثانيه صدقوني. يا الله يا اخي، ثلاث ضربات جزاء بمباراه واحده، ثلاث ضربات جزاء بمباراه واحده والله كثير. وانتهت المباراه للاسف، كل جوالهم ضربات جزاء. طيب محمد عدنان، محمد عدنان زعلان ولكن ما قصرت. يعني شو ثلاث ضربات جزاء، شو بدك تساوي؟ طيب على الاقل فضينا واحده. باقي لنا ثلاث مباريات هذا الشهر، شهر جدا صعب، كان فيه مباريات جدا قوية. مباراة ضد برايتون ممكن انه نفوزها ولا لا؟ فزنا ضد برايتون صح اصلي 3-0. ضد تشيلسي كذلك، اوه نايس فوز 1-0. وحاليا محمد عدنان هو صاحب اعلى كلين شيت بالدوري. والان بعد ما امنا انه محمد عدنان بيكون اساسي لنهاية الموسم، بنمشي لنهاية الموسم ونشوف كم كلين شيت ممكن انه نحقق، واي مركز حنحقق ببطولة الدوري. بهالاثناء اجتنا مباراة مهمة جدا ضد نادي نيوكاسل، وعندنا هي المهام، اذا حققناها رح نزيد بالريتنج. يلا محمد عدنان، فرصة انفراد، فرصة انفراد، انفراد، انفراد. يا عيني عليك يا وحش. اوه يا رودريجو، اوه يا رودريجو، عند رودريجو. حلو محمد عدنان يا اسطورة. وحش. يا عيني يا عيني يا عيني، فزناها نو كلين شيت. والله ابداع يا محمد عدنان، بدع بهالمباراة. اخذ تقييم 8.8. واو. وانتهى الموسم الان وهي اخر النتائج، واضح انه ما كانت افضل شيء، بس عندك الان محمد عدنان وصل لل 84 ريتنج من اول موسم، واعطونا انشطة نساوية بحيث انه تعطينا نقاط. حلو، هي بتعطينا نقاط المبدع، بتطورنا زيادة، وهي كذلك. والله 400 نقطة ممتازة يا رجل، وإذا اشتريت ساعة فاخرة الآن بيزودوني نقاط، ما بعرف شو لها علاقة بس أوكي. أنهينا الدوري حاليا بالمركز الرابع، حلو يعني بأهلنا لدوري أبطال أوروبا. كالعادة يعني مانشستر سيتي أخذ الدوري. سؤال، بكم كلين شيت قدرنا إنه نطلع؟ أوه نحن أعلى حارس يا جماعة، محمد عدنان 17 كلين شيت بالدوري، يعني أعلى من إيدرسون وأليسون وكل الحراس. وحققنا كذلك الأهداف اللي ممكن تخلينا ننتقل على مانشستر يونايتد، بقية الأهداف اختيارية تعتبر. دوري أبطال أوروبا، نهاية أرسنال والإنتر، واو. الآن ندخل على الموسم الثاني، وممكن محمد عدنان يترشح للكرة الذهبية، هو أعلى حارس جاب كلين شيت بكل الدوري الإنجليزي حرفياً. هيتفضل مانشستر يونايتد غيروا شروطهم. يهو بعد ما بلش الموسم تيجوا تغيروا شروطكم؟ فحالياً عندي الخيار ما بين موناكو وما بين لاتسيو فقط، ولكن أنا برجيكم
يونايتد، والله لو ارجيكم كانوا طالبين شروط اقل، بس بعد ما حققت الشروط قالوا لي لا. فيلا خلينا ننقل محمد عدنان على الدوري الايطالي ويبدا رحلته مع نادي لاتسيو. حاليا محمد عدنان وصل بنجاح، والحارس الجديد في نادي لاتسيو محمد عدنان. عم بقدر طور محمد عدنان وضيف له خواص جديده مثل خاصيه الاندفاع من المرمى، بيصير بيهجم بالانفرادات وبيصد بشكل اكبر. كمان عندي خاصيه مستقبل العرضيات، لما الخصم بيلعب عرضيه بيكون في فرصه اكبر لمحمد عدنان انه يصد. بعد ما خذلني مانشستر يونايتد راح احط الفريق المستهدف من الدوري الاسباني، تحديدا نادي برشلونه اللي مصاب عنده تير شتيغن. المهام صعبه ومطلوب مني شروط كثيره، ولكن لازم انه نحققها. اهم شيء بطوله اليورو لعبت، خلينا نشوف مين اللي فاز بالبطوله، هل هو منتخب فرنسا اللي محمد عدنان بيحبه ولا لا. فرنسا تاهلوا من دور المجموعات، تاهلوا من ربع النهائي وتاهلوا من نص النهائي ضد البرتغال. او ماي جاد يا النهائي، وفازت فرنسا يا جماعه، منتخب محمد عدنان رسميا. هو طبعا مو منتخبه اكيد، هو المنتخب اللي بيشجعه. حققنا الفوز باول مباراه بالدوري، ومباراه ثانيه بتكون ضد نادي روما. او ماي جاد، عنده كفارا وعنده اسما، لازم نبدا من بدايه الموسم اذا بدنا ننتقل على فريق قوي. اوكي والله عنده فرصه عرضيه. لا 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 لا، سكر زاويه يا عمري، الله عليك يا محمد عدنان يا وحش، تاريخيه والله هي تاريخيه. اجتهم ضربه جزاء اذا ما نصدها يا جماعه، ورب انجاز. بال 90 يا اخي بيلعبوها، يا الله اسمن يا كريه، هي اخر فرصه. شكرا يا محمد عدنان، اصلي شيل 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 خلص شيل شيل. بالنهايه 1-1 لولا ضربه الجزاء، بس فزنا 3-0 بالمباراه اللي بعدها، وفريقنا مشارك طلع بالدوري الاوروبي. بعد هذا الشهر الاعلان عن الفائزين بالكره الذهبيه، هل ممكن انه نترشح؟ هذا اللي رح نعرف. 2-0 المباراه الثانيه، ريال بيتيس دوري الاوروبي لازم نفوز. لا يا اخي، وفزت عادلنا من اللي بعدها. المباراه التي تليها 3-1 حلوين ضد تورينو، 2-0 كلين شيت. المباراه اللي بعدها 1-1 ضد اتلانتا، 2-0 اوكي نحن اللي خسرنا مو اللي فزنا. واو محمد عدنان ركز، اظن الان تم الاعلان عن الفائز بالكره الذهبيه. مستحيل صح؟ مستحيل. واو واو، هالاند هالاند اللي جاب علينا بلنتيات، كلها بلنتيات قوالك اصلا. حاليا انهينا الموسم بالكامل، وعندنا بالخلفيه شعار الدوري الاوروبي، مما معناه انه نحن بنهائي الدوري الاوروبي ضد باريس سان جيرمان. شو جابوا هذول على الدوري الاوروبي؟ واو، اهلنا بصداره مجموعتنا وواجهنا سالزبورغ وتاهلنا، واجهنا يونيون برلين وتاهلنا، واجهنا وولفسبورغ وليك هلا باريس سان جيرمان. شكله اخذوا المركز الثالث مجموعتهم صح؟ واو واو يا شباب، وصلنا لنهائي الدوري الاوروبي. بالدوري الايطالي شو عملنا؟ مركز الخامس، وات لقينا 41 هدف. طيب بكاس ايطاليا شو عملنا؟ كمان خسرنا كاس ايطاليا. الاهم من هذا، كم كلين شيت حققنا؟ هذا هو السؤال. اوكي نحن ثاني اعلى كلين شيت بعد شيزني. يلا محمد عدنان، امامك مهمه صعبه، واجهت باريس سان جيرمان انت من قبل وجلدت دوناروما، فاليوم لازم انه نجلد باريس سان جيرمان ومبابي ودوناروما للمره الثانيه. طبعا محمد عدنان وصل الطاقه 89 من ثاني موسم، بما انه هو اصلا حارس متمرس فعلى طول تطور. بدايته فرصه لكيليان امبابي، كيليان امبابي، محمد عدنان، محمد عدنان، محمد عدنان، يا وحش يا وحش يا وحش. برا محمد عدنان شو عم تعمل؟ الحمد لله قدرنا انه نجيب التعادل عليهم، ولكن المهمة الان صعبة، لازم انه نصد، لازم انه نصد. يس يا محمد عدنان يا وحش. يلا يا رجال، يلا يا رجال، بدنا التألق، انتبهوا من عثمان. يس شوف يا رجل، شوف التصدي العالمي. او ماي جاد، بوش رجل صده. شوف محمد عدنان، اوه بيكون صار معه ارتجاج بالمخ يا رجل. ضربة جزاء لكيليان امبابي امام افضل حارس في التاريخ. كيليان يا عيني، ممكن بسبب ضربة الجزاء هي يحسم كل شيء. يا امبابي، يا امبابي، لا تعمل فيني يا امبابي. يا الله يا محمد عدنان، حرام عليك يا اخي، صديت الصعب وصعبت عليك هي، والله حرام. تعال يا كولومواني تعال يا اخي، الدفاع الدفاع بتحسهم مو موجودين. او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد، اوكي جبنا التعادل عليهم بالنهاية، والمباراة بتروح لضربات الجزاء. محمد عدنان امام مهمة تاريخية لتحقيق اول بطولة. الان اول ضربة جزاء في مواجهة الدوناروما، يلا 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 يلا، لازم نسجل من بدايتها ما نضيع. يا عيني عليك اصلي. يلا محمد عدنان، محمد عدنان امامك مهمة صعبة. العثمان، العثمان على اليمين، ضاعت الحمد لله. كانت بالتسعين يا رجل، كانت بالتسعين حرفيا. اوكي 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 ما صار شيء. يلا على اليسار مرة ثانية، على اليسار لازم نسجل. يا عيني يا عيني، مارينو، شاطة برا. يعني محمد عدنان للآن ما تلقى ولا ضربة جزاء، حتى ضربة جزاء مبابي صدها جوا المباراة. يلا 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 يا عيني عليك، أخيرا صدها محمد عدنان رسميا، نحن أبطال الدوري الأوروبي. محمد عدنان من أجل أول بطولة في مسيرتك وتكون الدوري الأوروبي. ضاعت والله ضاعت، الله 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 الله، سجل عندك اول بطوله، سجل يا اسطوره. شوف الفرحه يا رجل، شوف الفرحه، اول بطوله بهالطريقه وما يتلقى ولا ضربه جزاء. واو
الله عليك الله عليك يا أسطورة. ومحمد عدنان حاليا محقق شروط برشلونة، هو طبعا يطمح بالانضمام لإلهم، الريتنج تبعه وصل 89، وحاليا رسميا وصل عرض نادي برشلونة، حققنا جميع المتطلبات وبالتالي نحن مؤهلين للعب بنادي برشلونة وفرصة تحقيق الكرة الذهبية مع نادي مشارك بدوري أبطال أوروبا. فرسميا محمد عدنان إلى نادي برشلونة. الآن محمد عدنان وصل رسميا وصار الحارس الأساسي بنادي برشلونة، ومن بدايتها حتى تشافي شايف إنه هذا الحارس لازم يلعب أساسي. طاقته حاليا 89 وكان مستثمر بالعديد من الأشياء، فثروته كلاعب زادت وصار بإمكانه الاستثمار بالطاقات المتجددة. دام ومحمد عدنان عنده مواجهة قوية ضد نادي ريال مدريد، فلازم نستمر بالفوزات. حلو 3-0 كفو، يعني طلعنا بكلين شيت ضد أتلتيكو مدريد، هل ممكن نطلع بكلين شيت ولا لا؟ كمان 2-0 أصلي. المباراة اللي بعدها ضد إشبيليا، أوه شوفوا مين بنواجه بدوري الأبطال، مجموعتنا فيها لاتسيو فريق محمد عدنان السابق وباير ليفركوزن وبودو غليمت. مجموعة تعتبر سهلة أظن، بس لاتسيو أوايا. خلينا نمشي الآن لحد مباراة نادي ريال مدريد ضد لاتسيو، يا رب فوز. 5-0 وال 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 كليك كلين شيت هذا الشهر وما بلعنا يا جماعة. ممكن محمد عدنان ياخذ جائزة لاعب الشهر، أنا بكلين شيت ضد رايو فيكانو 100% لازم يعطوه لاعب الشهر صراحة. الرايو سهلي 4-0 والله يا جماعة، شهر كامل كله كلين شيت. محمد عدنان أكثر حارس عنده كلين شيت بالدوري، من 6 مباريات 4 كلين شيت. حاليا الريال متصدر وبنلعب ضد ريال مدريد، هذا فريق برشلونة الحالي، ومحمد عدنان موصل طاقته للـ90 بعد مضي شوط كامل. نحن متقدمين على نادي ريال مدريد، ولكن الآن انفرادي عن طريق جابريل خيسوس. ما شاء الله يا الدفاع يا أخي، شو الدفاع البيض هذا. محمد عدنان أوه نايس، ودعت المباراة حرفيا وطلعنا بكلين شيت. يا دوب جاهم تسديدة، أصلا دفاعنا كثير قوي ببرشلونة مقارنة بالأندية اللي قبل، كانوا دفاع جلطة. شوف محمد عدنان فرحان. فالآن بنمشي وبنشوف الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية. محمد عدنان أكثر حارس كلين شيت، ولكن هل عطونا لاعب الشهر ولا لا؟ هذا السؤال. هذول المرشحين لجائزة لاعب الشهر، محمد عدنان يا أخي مو من ضمن القائمة، كيف كل الشهر كلين شيت بس لأنه حارس مظلوم، وبالنهاية رافينيا هو اللي أخذ لاعب الشهر. طيب محمد عدنان المبدع. طيب الآن تم الإعلان عن المرشحين، ترى محمد عدنان فوز فريقه بالدوري الأوروبي وصدر بالجزاء النهائي، فها مفروض انه يكون مرشح. او واو واو، مستحيل يترشح اي حارس بهاللعبه. فاذا الموسم الجاي هو الفرصه الاخيره انه ياخذ الكره الذهبيه، واللي تعتبر شيء مستحيل باف سي. فالان خلينا نمشي لنهايه الموسم ونشوف محمد عدنان شو ممكن انه يحقق. الان وصلنا لنهايه الموسم رسميا، محمد عدنان وصل طاقته لل94، والاهم من هذا مين اكثر حارس عنده كلين شيت. واو محمد عدنان 20 كلين شيت، 20 يا رجل. الثاني كورتوا ب9 كلين شيت، بس باقي مباراه ببطوله الدوري، وهي المباراه ضد نادي ريال مدريد. حتى لو خسرناها نحن ضمننا دوري رسميا، تلقينا 25 هدف فقط، فيعني موسم تاريخي يعتبر لمحمد عدنان. بالنسبه لبطوله كاس السوبر، فاز ريال مدريد علينا. طيب كاس الملك، اوكي خسرنا النهائي ياهو. طيب دوري ابطال اوروبا، او ماي جاد نحن بالنهائي ضد ميلان. محمد عدنان يعني عنده فرصه لتحقيق دوري ابطال اوروبا الان، ومن امام الميلان. بس خلينا نشوف شو ممكن يساوي ضد نادي ريال مدريد. بسم الله يا رب نفوز، فزنا يا سلام، تلقينا هدف واحد بس. خلينا الكلام المهم، دوري ابطال اوروبا، هل نجح محمد عدنان بانه ياخذ اعلى كلين شيت كذلك هون؟ والله حتى هون هو اعلى كلين شيت. فالآن حرفيا عنده فرصة تاريخية من أمام نادي الميلان. الآن فرصتك يا محمد عدنان للظهور والتألق في أغلى البطولات. حلوة يا وحش، هي تصديات النهائيات. أوه شكويزي، أوه شكويزي، أوه شكويزي، غطوا غطوا يا شباب، وين الدفاع؟ حلوة يا محمد عدنان يا أسطورة. الآن برشلونة متقدم 2-0 وضربة جزاء لميلان. رافائيل لياو، أين ستسدد يا لياو؟ على اليمين، على اليمين. محمد عدنان حرام عليك يا أخي، والله حرام. وبنهاية المباراة فاز البرشلونة بنتيجة 4-1، ومحمد عدنان حقق دوري الأبطال رسميا. فرح نشوف هل رح يحقق الكرة الذهبية هالمرة ولا لا. الآن الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، وإذا محمد عدنان ما ترشح فهو مستحيل عادي يترشح، لأنه حصل على كل شيء ممكن تقريبا. طيب خلينا نشوف منهم المرشحين الآن. ساكا وهالاند، أوكي محمد عدنان مو مرشح، مستحيل حارس يترشح بهاللعبة. بالنهاية حقق إيرلينغ هالاند، فهيك بنقدر نقول عدنا بداء مسيرة محمد عدنان بنجاح وحققنا الدوري أوروبي ودوري أبطال أوروبا كذلك، ولكن صاصت علينا الكرة الذهبية. فإذا حابب تشوف إعادة بناء مسيرة أبو فلف عندك هذا المقطع أسطوري، اضغط عليه وروح شوفه الآن، ترى رهيب جدا.